مشاهدينا على القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي. لقاء نهائي كأس الكبريات في كرة السلة يدور بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنجم الساحلي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. لقاء الخبرة والطموح، فريق عنده في سجله 5 كؤوس وفريق مازال يبحث على أول لقب. معايا في التحليل الفني المدرب زهير المولهي، مرحبا بك سي زهير. أهلا وسهلا ألفا، أهلا بالسادة المتفرجين. إذا كما كنت نحكي سي زهير، هذه مباراة بين نقولوا بين الخبرة والطموح. تقريبا الأمل الرياضي بالوطن القبلي عنده علاقة بالكؤوس، توج في سابق المرات. النجم الساحلي بلغ الدور النهائي مرتين لكنه لم يتحصل على لقب لحد الآن باستثناء بطولة 2017. نعرفوه اللي هو رجع للقسم الوطني A أو طلع للقسم الوطني A موسم 2012-2013. سي زهير أكيد أنت عندك خبرة بالفرق النسائية خاصة وأنك سبق لك ودربت فرق نسائية، ونعرفوك توجت مع الجمعية النسائية بجمال بالبطولة. فكرة على الفريقين سي زهير. من ناحية التجربة كما قلت ألفة، فريق النجم الرياضي الساحلي هو فريق كما قلت شاب. إذا كان نعتبره معناها حياته في كرة السلة، معناها ما عندوش برشا في كرة السلة، لكن وقت اللي وصل 3 مرات النهائي، وقت اللي توج بالبطولة، فيعتبر حاجة إيجابية. اليوم في دور نهائي ثم حاجات تفرق ربما، صحيح ثم عامل التجربة، لكن النجم الساحلي فريق شاب، فريق عنده ديزاتو كما فرق كل الشابة يعوض بها الخبرة ذيك، ربما الخبرة توصل في الوقت الحساس في المقابلة. هذاك علاش نقولوا في الوقت الحساس، ربما في الوقت الحساس هو أن نضطروا للتجربة وغيرها. سي زهير سامحني كان باش نقاطعك، معايا زميلي فراس بن سعد في الاستجوابات، تفضل فراس. مرحبا بك ألفا، مرحبا كورس زهير، مرحبا بكل من يتابع فينا على الوطنية الأولى. الاستجوابات اليوم باش نبداوها بالسيد محمد حرزلة نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. سي محمد، اليوم الدور النهائي إناث وذكور، وكان من المبرمج أنه الشبان أيضا يكون الدور النهائي اليوم في رادس لكن وقع تأجيلها. كنت تعطينا فكرة على البرنامج بتاع الدور النهائي اللي باش يقام اليوم إن شاء الله. هو البرنامج بتاع اليوم إن شاء الله باش يكون دور نهائي للكبريات اللي باش يجمع بين النجم الرياضي الساحلي وجمعية الوطن القبلي. وبعد عنا تورنوا كونتر 3 كونتر 3 انيماسيون في الفيلم، بعد عنا الفينال تاع الاكابر اللي باش يجمع بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. وبالنسبه للتكريمات ايضا الفرق الصاعده للبرو ا ذكور وايضا البطوله القسم الوطني ا كبريات باش يكونوا متكرمين اليوم في الدور النهائي هذا. باش يكونوا مكرمين ان شاء الله. بالنسبه للذكور اللي هو النجم الرياضي الساحلي اللي هو تاهل وطلع للبرو ا، بالنسبه للذكور، بالنسبه للاناث باش تكون ان شاء الله الدار شعبان الثالث. ايضا سي محمد بصفتك رئيس لجنه المسابقات بالجامعه التونسيه كرة السلة، حابين ناخذ رايك على نظام البطوله بالنسبه للقسم الوطني اي كبريات ب 12 فريق، ونظام البطوله الجديد السنه اللي تم اعتماده في البرو ا ب 10 فرق. الفيدباك كيفاش كان الموسم، وكيفاش تحكم عليه كجامعه تونسيه كرة السلة؟ والله بالنسبه للذكور الوقت الحاضر احنا اوني تري ساتيسفي. علاش؟ خاطر الاخر وقت ما تعرفش شكون البطل، وما تعرفش شكون اللي باش يتيح للوطنيه. احنا كانت عندنا قبل تجارب ديما معروفين شكون اللي كي بتطلع هي لا تهبط. دونك السيستم اللي عملناه السنه الحق احنا الوقت الحاضر اوني تري ساتيسفي. الوقت الحاضر ما نعرفوش شكون الكيب اللي باش تطيح، بريسك سون اي اون ايغاليتي على لا بال بلاي اوت. بالنسبه للطلوع كيف كيف حتى الاخر وقت راك تشوف المنافسه اللي صارت ما بين الزهره مستير رادس. دونك احنا الوقت الحاضر اوني تري ساتيسفي. بالنسبه للبنات كيف كيف، معناتها تشوف انت الرباعي اللي طلع تو اللي باش يلعب بلاي اوف حتى الاخر وقت مش عارفين شكون، وذاك هو التنافس النازيه. معناتها انت او ديرني مومون ما تعرفش شكون، الناس كل ان سون اون بي ديغاليتي. والحمد لله معناتها تعدينا عام باهي، وان شاء الله نكملوه بالنهايه هذا والمشوار اللي مازلنا نتاع الشامبيونات. مشكور جدا، يعطيك الصحه سيد محمد حرزله نائب رئيس الجامعه التونسيه كره السله. شكرا لك فراس. اذا كما كنا نحكي سي زهير، قلنا اللي فريق النجم الساحلي فريق شاب
وبالنسبة لفريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي عنده خبرة وعنده تتويجات. صحيح، وهذا معناه في النهائيات ثم حاجات تفرق، ثم فرق تهبط المقابل أن عندها ديزاتو، ثم حاجات معناها تفرق بالتجربة، لكن احنا مازلنا ما وصلناش ربما في المقابلة. وقت توصل الأوقات حاسمة وقتها مليون نحكيو على التجربة. لحد الآن مازلنا مش في زيون ميديو ماتش، ربما يتطور في حدود أنه فريق النجم الساحلي ربما يكون ما يستحقش التجربة اللي لازمة في الأوقات الصعبة. على كل ان شاء الله تكون مباراة تفي بكل وعودها الفرجوية والفنية والروح الرياضية. نعطي تشكيلة الفريقين هاو امامكم على الشاشة. بالنسبة للنجم الساحلي، رباب الربيعي الربعي عفوا رقم 0، يسرى المغري 22، مريم الطيف 4، نهى جفال 5، مروى السيلي 6، يسرى نوره 7، مروى بكار 8، بسمه البحري 9، ملك بن عبد الله 44، سوار السيالي 23، مريم الله 93، اشراق جبالي 99، والمدرب هو سمير بودن، يساعدوه كل من ابراهيم النداري وسيرين الواد. بالنسبه لفريق الامل الرياضي بالوطن القبلي، دارين العابد رقم 1، هديل بن بدر رقم 6، هدى الحمروني 7، منى جمل 8، عبير بالغيث 9، هيفا الهلالي 10، ريم بن عامر 11، وفاز غدود 12، سيرين بن قاره 13، سندرا البيوض 24، نوال منقور 32، والمدرب عزة اسماعيل يساعده محمد اسماعيل بسباس. بالنسبة للمدير الفني لفريق النجم الساحلي هو ماهر خنفير، في حين نلقاو المدير الفني بالنسبة للأمل الرياضي بالوطن القبلي هو الحبيب البيوضي، رئيس الفرع بالنسبة للأمل الرياضي بالوطن القبلي نبيل لميم. بالنسبة للنجم الساحلي هو نائب الرئيس مكلف بفرع الفتيات ماهر الجربي. إذا سي زهير في انتظار انطلاق المباراة نمشي لزميلي فراس بن سعد. تفضل فراس. ألفا، معي المتغيب البارز على مباراة النهائي كبريات إيمان جديدي لاعبة الوطن الرياضي الأمل الرياضي بالوطن القبلي. إيمان، مباراة اليوم سبيسيال بالنسبة لك أنت، فريقك الأم النجم الرياضي الساحلي وفريقك الحالي للأمل الرياضي بالوطن القبلي، كيف تشوف حظوظ الفريقين في المباراة هذه وخصوصا فريقك أنت؟ فريق الأم بطبيعة ذيك كل حاجة على بلاصتها. اليوم ندافع على الأمل الرياضي بالوطن القبلي، زوج جمعيات كبار لعبنا لبعضنا شامبيونال لي وروتور، كان الفوز لنا احنا. ان شاء الله اليوم اللي يلعب خير يربح، وان شاء الله فقدت ربي عنا. انت ما نشوفوكش موجوده في النهائي هذا، شنو سبب الغياب؟ والله اسباب الغياب كانت معاقبه من الفيدراسيون، الاسباب الله غالب، ما نجموش نحكيو عليها برشا توا. ان شاء الله يا ربي جمعيتي تربح بيا ولا بلاش، الامن وراء الرياضي بالوطن القبلي ما يستناش في ايمان، ان شاء الله مربوحه لينا وكهو. يعطيك صحة إيمان، تفضل ألف. شكرا لك فراس. إذا هذه إيمان جديدي كما كانت تحكي معاقبة، اليوم فريقها محروم من خدماتها، عمرها 30 سنة. نعرفوا إيمان جديدي لاعبة منتخب وكانت تلعب، ولاعبة خبرة كذلك كانت تلعب في صفوف النجم الساحلي، اليوم تسجل غيابها. سي زهير، حسب رأيك نبداو نحكيو على الستارتينغ فايف بالنسبة للفريقين؟ نتصور انه مش يكون خماسي كلاسيكي في الفريقين، غياب ايمان جديدي ربما ياثر شويه على فريق الوطن القبلي، لكن هذا ما خليش معنا المقابله مش تسهلها معناها النجم الساحلي، فكل شيء ممكن، وربما ثم المدربين زاد في يغيروا شي حاجات، ربما وانا نستبعد برشا يغيروا شي حاجات ربما باش يفاجئوا المنافس، وهذا معمول به في النهائيات خاصه لانه الفرق تلمو يحبوا بعضهم في اثناء الموسم، ففي النهائيات عاده المدربين يحاولوا باش يفاجئوا المنافس بلاعبه او اثنين في مستوى انه باش يغير دفاع ولا يغير هجوم، وهذا تو نشوفوه تباعا. نعطيو ثلاثي تحكيم المباراة. فراس تفضل، سامحني عندك الكلمة، تفضل. ألفا، معايا واحد من أبناء الجيل الذهبي للنجم الرياضي الساحلي الكابر إبراهيم النداري اللي هو المدرب المساعد الحالي للفريق الكبريات. إبراهيم، في ثاني نهائي النجم الرياضي الساحلي اليوم يسعى لتحقيق اللقب الأول ليه في الكاس بالنسبة للكبريات، كيفاش كانت تحضيرات المباراة هذه وحظوظكم، خاصة أنه شفنا المباراة الأخرى اللي جمعت الفريقين في البطولة في قاعة نابل كانت مشيت للوقت الإضافي وحسم الملعب النابلي بفارق 5 نقاط. اليوم باش نلعبوا معناتها اللي حضرناها عام كامل، معناتها وهما زوز احسن ايكيبات سنا وراو كوره،
وان شاء الله انا ما نقولش الحظوظ 50% 50% باش نكون اناني، خاطر احنا نحضروا ماتشنا باش نربحوا 100% وباش نلعبوا بالبي وان شاء الله باش نربحوا 100% ان شاء الله. السنة في النجم الرياضي الساحلي شفنا زوج وجوه مختلفة بين بداية الموسم ومن بعد في وسط الموسم وقت اللي صارت التعزيزات وصارت الانتدابات، شفنا النجم رجع للسكة الصحيحة. الحاجة هذه النجم تعطي اليوم الفافور والأسبقية للنجم الرياضي الساحلي في الفينال هذا. اي بالطبيعة من الأول معناتها بدينا بجروب ومن بعد شفنا شنو النقائص شنو لي بوست اللي ناقصين فيهم وعززنا معناتها الفريق بأسامي باهية وعملنا استفاقة باهية في البطولة، ولكن احنا معاملين أكثر على الكوب وإن شاء الله ربي يوفق. هذيك الصحة إبراهيم، لك الكلمة والف. شكرا لك فراس. إذا كما كنت نحكي ثلاثي تحكيم المباراة صابر الرزقي، فارس بن إدريس وعبير العريبي. كما كنت تسمع سي زهير، هذا إبراهيم النداري هو ابن النجم الساحلي وسناء في الموسم هذا هو من بين اللاعبين اللي ساهموا في صعود الفريق الذكور وعودته للوطني. والحقيقه تو كان يحكي قال ان ما نجمش نقول نعطيو اسبقيه الفريق على فريق اخر، قال نقولوا 50% هوني 50% هنا. صحيح من ابراهيم يقول في حاجه عاديه معناها موثوقه، لانه في النهائيات سي لا فورم دي جور هي اللي مش تحدد كل شيء، معناها في وسط الموسم الفرق يعرف بعضهم عنده اللي روتور، في النهائي ربما الحاجات اللي تفرق هي لا فورم دي جور لا كونسونتراسيون دي جور، لانها مقابله واحده ما فيهاش باش تحضر وعندك حاجات مفاجئه من تجيك من المنافس، غياب جديد كذا ربما يغير لك كل شيء على مستوى التيم. في النجم الساحلي تاثير من ابراهيم أنا أول مرة التجربة هذه تكون في وسيرين الواد مع سمير بودن. سمير بودن أنا تجربة جديدة بعد معز وبعد العمل اللي عمله معز نحيوه بالمناسبة في النجم الرياضي الساحلي. هنا تجربة جديدة مع ابراهيم ومع سمير بودن. ان شاء الله مش نشوفوا تغيير على مستوى التكتيك ومستوى لا كومبوزيسيون ديليكيب. والنجم الساحلي كما قال انتدابات قاموا بها في وسط الموسم، جابوا ملاد جابوا رباب بعدين جابوا نسيت هاللعبه الاخرى، لكن ثم تعزيز لانهم في الاول ربما قعدوا يفكروا انه يشبوا الفريق ويلعبوا ادوار ثانويه، بعد يلقاو روحهم قراب مثلا في البلاي اوف ومن بعد ما لانهم ما وصلوش مع الاسف، لكن في مقابله الكاس عزوا فريقهم وربما قاعدين يخدموا على مستقبل. كما كنت تحكي سي زهير، وفي موسم 2018 و2019 لعبوا دور نهائي مع معز المستيري وخسروا بنقطة وحيدة ضد شرطة المرور عفوا، كذلك في 2019-2020 خرجوا من الدور النصف النهائي ضد الشرطة نفس المنافس، وفي الموسم الماضي 2021 كبريات النجم انهزمت زادة في الدور النصف النهائي في مسابقة الكأس ضد الأمل الرياضي بالوطن القبلي. احنا تو يظهر لي ننتظر النشيد الرسمي التونسي. نذكروا بالدور نصف النهائي دارت اللي دار يوم 16 أفريل 2022 مباريات نصف نهائي الكأس لكرة السلة. الزهرة الرياضية انهزمت ضد النجم الساحلي بنتيجة 59-62، والنادي الصفاقسي كذلك انهزم ضد الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 72-74، واليوم نرقاو في الدور النهائي الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنجم الساحلي.
قلنا 5 ألقاب هزهم الأمل الرياضي بالوطن القبلي موسم 2009 2010 2014 2015 2015 2016 و 2019 2020 يعني رجع هذا اللقب بعد 3 مواسم كانت فيه سيطرة لنادي شرطة المرور. في انتظار انطلاق المباراة وخماسي الفريقين موجودين على الميدان. في انتظار صفارة الحكم. دقيقة صمت. على كل ننتظر انطلاق المباراة بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنجم الساحلي. كما كنت نقول مدرب النجم الرياضي الساحلي سمير بودن والمدرب بالنسبة للأمل الرياضي عزت إسماعيل. عزت إسماعيل هو مدرب لبناني كان مدير فني لسيدات بيروت وسبق ودرب النادي الإفريقي ذكور واليوم هو على رأس الأمل الرياضي بالوطن القبلي. هاو أمامنا المدرب عزت إسماعيل مدرب لبناني ونعرفه السلة اللبنانية معناها وتطورها. إذن ستنطلق بعد حين لحظات وتنطلق المباراة. اللاعبات في وسط الميدان في انتظار صفارة الحكم صابر الرزقي. قاعدين نشوفوا على الميدان ريم بن عامر كذلك اللاعبة هيفا الهلالي. هذا من جانب الأمل الرياضي بالوطن القبلي. أيضا سيرين بن قارة. من جانب النجم الساحلي يسرى نورة هذه منسقة الفريق. رقم 4 كذلك مريم الطيف. الملاحظة ربما ألفة في الخماسي كما جبدنا احنا على الخماسي الأساسي قلنا ربما يكون خماسي كلاسيكي لكن لحد الآن نشوفه ماهوش خماسي كلاسيكي بالمرة. شوف هو فاز غدود على البنك مانجور على البنك معناها طويل قامة خلاها من المدرب على البنك لأنه ربما من أول وهلة خذا عرف الخمسة الأساسيين نتاع النجم الساحلي فحب يعمل معاه معناها في النيفو دي دويل معناها باش يكونوا فريق قصير نتاع النجم الساحلي. بودن ربما اختار انه يلعب سمول بول من الاساس لانه كما هو خلى رباب على البنك الطويل وهنا تبدا من الاول كما قلنا الخماسي الاساسي مدربين قراوا لبعضهم وكما النجم الساحلي قصر ليكيب شوفوا انه الكوتش عزت انه قصر ليكيب كيف وخلى وفاء ومنقور على البنك وهما طوال قامه ربما يعمل فرق لعب ربما يلعب توا بسيرين ويلعب بهدى في طوال قامه. من ناحيه النجم الساحلي تقريبا نشوفه ما غير لاعبه طويله وهذا ربما يعوض به لعب سمول بول بعد مش يلعبوا الجري في الكونتر اتاك في اللعب السريع في البريمير انتونسيون في الدفاع ربما يكون دفاع ضاغط بخمسه لاعبين طوال على طول الملعب. هذا كل ما نشوفوه تباعا حسب الخماسي اللي دار المقابل. اكيد سي زهير هذا تحليلك وتقييمك المبدئي او ربما هذا رأي المدربين كما ريتوا أنت مبدئيا قبل انطلاق هذه المباراة مباراة كأس تونس كبريات من القاعة متعددة الاختصاصات برادس. ما نعرفش علاش لحد الان ما انطلقتش المباراة. بسبب التبلور ربما
فراس، كان امكن تستفسر لنا معناها انت موجود تستفسر لنا شنو هو سبب عدم انطلاق المباراه؟ تنطلق المباراة، الكرة الأولى ونقطتين لفريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي عن طريق ريم بن عامر. الرد يأتي من النجم الساحلي. مرة أخرى الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي، وسلة إذا سلة بسلة، حكم يقول خطأ هوني على ما أظن سبب عدم انطلاق المباراة في وقتها هو مشكل تقني في 24 ثانية. مشكور زميلي فراس على هذه المعلومة، هذه الإعادة للعملية الأخيرة من اللاعبة لاعبة النجم الساحلي مروة السيلي. حصل على خطأ، ترجع الكرة للأمل الرياضي بالوطن القبلي. ريم بن عامر حاول مرها لزميلتها تحت السلة، تبحث على الحل مرة أخرى لشكون. كرة البرة، كرة خاطئة، أسبقية للنجم الساحلي 5-2، والكرة عند فريق النجم الساحلي. وهذه يسرى نورة، كرة عند اللاعبة يسرى نورة، تحاول تمررها لزميلتها مريم الطيف. فما مرور وتحاول الدخول لكن خاطئة، وترجع الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي. هذه هدى الحمروني، نعرفوها لاعبة خبرة هدى الحمروني طويلة القامة. هاو هوني تحاول اللعبة نهى جفال المرور لكن ما تنجح. ترجع الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي، تحاول تسدد وتنجح، تنجح هدى الحمروني لاعبة الأمل الرياضي بالوطن القبلي، وإضافة 3 نقاط. هاي العملية الأخيرة قدامنا على الشاشة، ممتازة. مرة أخرى الكرة عند النجم الساحلي، هذه اللاعبة يسرى نورة تبحث عن المساندة. مرة أخرى ترجع الكرة، تحاول يسرى نور المرور، إصرار مرة أخرى من النجم الساحلي، والتقاط هجومي طيب من فتيات النجم الساحلي. تدخل وتحاول التسديد لكن مرة أخرى تضيع الكرة على اللاعبة نهى جفال. تمشي الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي، هذه هدى حمروني تحاول التسديد لكن مقطوعة وتتحصل على خطأ. كما قلنا ألفا، اللي قلناه ربما نشوف فيه تو في الملعب، النجم الساحلي بدأ بخمسة سمول بول، شوفوا أنه في الهجومات سجل معناها سلتين على هجوم معاكس تقريبا اون ترانزيسيون. الحاجة الثانية ما فماش لعب تحت السلة، كل تسربات من خارج السلة، مروة الطيف واللعبة المنسقة. في النجم في الوطن القبلي نشوفوا انه لاعبات خبره هم خذوا المقابل وبدايتها على عاتقهم. ريم بن عامر، هدى حمروني، مسجلين 5 نقاط لحد الان، 3 نقاط ونقطتين، وهذا هو في كل مقابله باش تلقى زوج لاعب 3 لاعبات في كل فريق باش ياخذوا المسؤوليه باش هما دائما يوفروا الحلول للفريق. شكرا لك سي زهير. اذا محاوله من لاعبه الامل القبلي الوطن القبلي سنين من قارة وما تنجحش، ترجع الكره عند فتيات النجم الساحلي. تسديد، لعب سريع اون ترانزيسيون، تسديد اون ترانزيسيون، وهذا هو اللعب اللي ربما تحبذه النجم الساحلي بالخمسه اللي قلنا ان شاء الله بهم سمير بودن. اكيد نجحت نهى جفال في العمليه الاخيره، تحاول الرد لاعبه الامل الوطن القبلي. نشوفوا كونتر اتاك اخرى. نعم هجمه سريعه اون ترانزيسيون، كلها تشوف الكره ولا والكرة ما حبتش تدخل هذه المرة من نهى جفال. وترجع الكرة عند الأمل الوطن القبلي، هدى الحمروني، هدى الحمروني لسيرين بن قارة. سيرين بن قارة مقطوعة، مقطوعة من اللعبة نهى جفال. وترجع الكرة عند النجم الساحلي، وهجمة، هذه هجمة مركزة
الكره الان عند مريم الطيف. شوف الهجمه المركزه لقاو صعوبات في الحلول كما قلت، شوف كانت تنجح هذه ايربورت ريسك في الوسط، لكن نشوفوهم عندهم افيكاس اكثر في جو ان ترانزيسيون وجو دو كونتر اتاك لتوال. الحاجه الثانيه اللي يمتازوا بها الفريق هدى خمروني كالعاده تاخذ المسؤوليه كالعاده، 7 نقاط بينه وبين ريم بن عامر. قلت النجم الساحلي نشوفوه حتى على مستوى الدفاع الفيفاسيتي والاجريسيفيتي دي جوار، هذيك هي الخمسه اللي بدا بهم سمير، ربما يفاجئ لاعبات اصحاب التجربه في وطن القبلي. الكره مره اخرى عند الامل الوطن القبلي، وريم بن عامر تحاول التسديد وترجع. طبعا ريم هذا ساسون جاردان، هذا اللعبه ترانزيسيون شوت من 3 بوان، هذا اللعب اللي تحب ذو ريم. نقطة زوز نقاط إضافية إذا للأمل الوطن القبلي. الكرة الآن عند الفتيات النجم الساحلي مريم ملاط 29 سنة هذه اللعبة، وتخرج الكرة دي على الفتيات النجم الساحلي. وقت يوصلوا للعب المنظم من فريق النجم الساحلي ألفا يلقوا صعوبات لأنه ما فماش لعب داخلي، يلعبوا على لعبة طويلة تحت السلة، فلعبهم كله خارجي. إذا كنت تسكر المنطقة من الدفاع الوطن القبلي يلقاو دائما صعوبات، ونشوفوا الكرة الأخرى كيفاش مشات في التوش، معناها سومبير دو بال مش حتى محاولة بتاع تسديد. حاول التسديد وضايعة، ترجع الكرة عند فتيات النجم الساحلي. اون بروميير اتونسيون تشوت وياخذ مرة أخرى التقاط هجومي طيب، الكرة باقي في حوزة النجم الساحلي، لكن مرة أخرى إصرار من اللاعبات النجم الساحلي. هذه مروة السهيلي. معناها فريق الوطن القبلي لازم يقرا حساب نجم الساحلي، لأنه مش ديما يتكيه في 10 ثواني 7-8 ثواني الأولانيين، ما يقعدش باش يعمل أنه في الهجومات الطويلة مع نجم الساحلي، لأن نجم الساحلي مش مشيت في اللوبسيون هذيك، مش هلعب دائما في حدود 10 ثواني 7-8 ثواني بكونتر أتاك ترانزيسيون. ريم بن عامر مقطوعة. الأجريسيفيتي يكون عليها. كونتر اتاك ان كونتر زيرو. غريبة هذه السلة، معناها هنا نرجعوا للتجربة، لأنه قولوا مريم ملات لعبت ما عندهاش برشا تجربة، لعبت شوية في النادي الصفاقسي وفي الهلال الرياضي، نشوفوها تفلت الكرة وتعمل خطأ في الهجوم. هاي العملية الأخيرة غريبة غريبة، معناها كرة سهلة ومن بعديك المشكلة كونه في الفوت اللي عملتها خطأ. أي الخطأ تعمله في الهجوم عملته على ريم بن عامر. كرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي، ريم كيف ترجع التقاط هجومي، إصرار من اللاعبة هيفا الهلالي. الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي ويتحصلوا على خطأ. وفاء زردوت صاحبة الخبرة تدخل في الوطن القبلي، ربما باش يلقوا حلول أخرى تحت السلة، لأنها نعرفوا هدى نعرفوا وفاء زردوت تلعب برشا تحت السلة وتلعب دو باني برشا، ربما باش المدرب يلقى حلول باش ينقص من الأجريسيفيتي بتاع النجم الساحلي في البريمير ليج لاتاك، خاطر النجم الساحلي قوي قدام تحت السلة، ما عندوش لاعبات كان باش يلعبوا ديال مع اللاعبات كان بتاع الوطن القبلي. كما قلت خروج هيفا هلالي ودخول وفاء زغدود لاعبة الخبرة وطويلة القامة. هذه العملية الأخيرة للأمل الرياضي بالوطن القبلي، هذه سيرين بن قارة. سيرين وفاء وهدى ثلاثة لاعبات طوال، الوطن القبلي عمل له بسيطة تاع ثلاثة طوال، النجم الساحلي مازال ما غيرش، هذا ربما عاون. تصويبة أخرى من ثلاثة نقاط. تصويبة وتنجح فيها مروة السيري 22 سنة هذه اللاعبة، الآن الكرة عند عبير بالغيث، تتحصل على خطأ عبير. أمامنا اللاعبة عبير بالغيث لاعبة الأمل الرياضي بالوطن القبلي. لاعبة قصيرة والفوت عملتها رباب. هي منسقة لاعب الأمل الرياضي بالوطن القبلي، ورمية حرة أولى ناجحة. في انتظار الرمية الحرة الثانية. الكرة عند النجم الساحلي، هذه اللاعبة رباب الربعي 26 سنة. كرة تمشي ليسرى نورة منسقة اللعب، حاول الدخول اللاعبة مريم ملات لكنها تتحصل على خطأ.
هذه الفيفاسيتي اللي قلنا عليها واللعب من برا، معناها النجم الساحلي ما يلعبش على لاعب ارتكاز تحت السله، لكن لي بريتراسيون لي درايف اللي يلعب فيهم من برا كل قلقوا لاعبات الوطن القبلي لانهم يلعبوا واقفين، والفيفاسيتي نتاع اللاعبات القصار نتاع النجم الساحلي هي تسبب لهم في برشا اخطاء. بورتون هو اطول منهم في الطاي، شوف انهم برشا كرات خذاوهم ولا مشاو بهم الرميات الحره. ماري ملاتي في الحقيقه ابنه الهلال لكن خذاوها توا النجم الساحلي من النادي الصفاقسي، كانت تلعب في النادي الصفاقسي وبعديك توا نشوفوها في النجم الساحلي. مريم ملات شوفوها دار ثلاثة ولا أربع فرق ربما، لكن ما عندهاش تجربة كبيرة، ما لعبتش في فرق اللي تحصلت معاهم على بطولات برشا، لكن لعبة واعدة كانت منذ سنتين أو ثلاثة ظهرت مريم ملات وكانت دائما تبشر أنها تكون لعبة واعدة. إن شاء الله مريم تتأكد وتزيد التجربة تحصل لها في الموسم القادم. الكرة عند النجم الساحلي، هذا المدرب عزت اسماعيل المدرب اللبناني مدرب الفتيات الامل الوطن القبلي. الكرة عند يسرى نورة، حاول المرور وتنجح، تنجح قدام اللاعبة سيرين بنقارة رغم قصر القامة لانها تنجح. مزمات شهوني، كرة الان عند الامل الرياضي بالوطن القبلي والتقاط دفاعي من فتيات النجم الساحلي. ماذا تفعل اللاعبة ديما مريم ملات تحت السلة رغم التمريرة الجيدة؟ ديما اللعبة اون ترانزيسيون، اللعبة كونتر اتاك، شوف الباسر روبون اللي مشات تقدر صارت في هفوة، رميتين حرتين كالعادة، نشوفوا انه حتى على مستوى الاخطاء او شو اربع اخطاء سيرين بنقارة. الخطا الاول تنجح، تنجح هذه اللاعبه مريم ملات، كنا نحكيوا عليها قبيله، عمرها 29 سنه مريم تقريبا، وتنجح كذلك في الرياضه الثانيه تقريبا الف على 17 نقطه نتاع النجم الساحلي، فيهم تقريبا 13 ل 14 نقطه تسجلوا على كونتر اتاك ولا جو ان ترانزيسيون ولا جعب تاع بريمير انتونسيون تاع دي درايف من برا، ولاعبات الوطن القبلي مازالوا مش حاضرين في الدفاع، فالهجومات اللي كانت مركزه كل عند النجم الساحلي وقلنا احنا طويله ما سجلتش. هذه رميه ثلاثيه، تسديده ثلاثيه لكن خاطئه ترجع لفتيات النجم الساحلي. يسرى نورة شكرا على انتونسيون كيفاش كل ثقه في النص طلع بريمير بار بريمير انتونسيون، معناها تحس ان اللاعبات صغار ربما احنا نقولوا لكن عندهم برشا ثقه وبرشا كونفيونس في رواحهم، تشوفوهم يلعبوا كيفاش تسجل قدام لاعبات كبار في الوطن القبلي. يا بنت النجم الساحلي يسرى نورة، بنت النجم الساحلي. اذا وقت مستقطع طبعا الوطن القبلي، معناها شوفوا التسديدات من فئة ثلاثة نقاط سي زهير بالنسبة للنجم الساحلي 33%، وكذلك بالنسبة للأمل الرياضي بالوطن القبلي نسبة 33%. ما فماش برشا تسديد، فما نسبة محترمة 33%، واحد على ثلاثة وهولي زود على خمسة، لكن ما فماش برشا تصويب من ثلاثة نقاط. ريم بن عامري اللي هي السلاح الأول بتاع ثلاثة نقاط في الوطن القبلي، مازلنا ما رانيهاش تصوب، ربما الجو ان اتاك نتاعهم مازال ماهوش حاضر بالنسبه باش يحضر ريم بن عامر باش تكون مصوبه رقم واحد في الفريق، ما نعرفش ثم ديزوبسيون ولا ديزاتاك عليها ولا، لكن لحد الان التصويب بثلاث نقاط في الفريقين مازال ضعيف. اذا كنا نشوفوا في الهايلايتس تقريبا اجمل اللقطات او الرميات الثلاثيه من الجانبين. بالنسبة لزوز نقاط زهير قدامنا 44% بنسبة 44% كذلك للفريقين. ما فماش برشا تصويب كبير لأنه خاصة 17 نقطة نتاع النجم الساحلي سجلوا من الهجومات المعاكسة وجو ترانزيسيون ولي بينيتراسيون ولي لونسي فران، دونك ما نشوفوش طبعا من ثلاث نقاط وزوز نقاط تصويب برشا برشا، هذاك علاش مازالت والمقابلة مازالت في أولها ربما، اللاعبين مازالوا متحررين، ثم لاعبات ربما يخافوا في بداية المقابلة وعمال نشوف المقابلة تو ياخذوا ثقة في رواحهم ويولوا يصوبوا. أكيد كنا نشوفوا في الرميات الحرة 100% ناجحة النجم الساحلي و 50% بالنسبة للأمل الرياضي بالوطن القبلي. إذا بعد الوقت المستقطع ترجع المباراة تتواصل في فترتها الأولى، مازال زوز دقائق و 58 ثانية. الكرة عند الأمل الرياضي بالوطن القبلي،
حتى اللعب الداخلي ما بين الحمراني دفاع تريز اجريسيف دفاع جيد رغم قصر القامه نتاع اللاعبات لكن بوكو تاجريسيفيتي وبرشا لونتور في اللاعبات تحت السله نتاع تو نشوفوا الامل الوطن قبلها هدى حمروني جاتها الكره انا با ترونشي في الان كونترا حتى جوها ثلاثه يعاونوا عليها بعد اللي تيوبليجي باش تعمل الباس لبرا قصت الكره لانه الدفاع نتاع النجم الساحلي حركي ويلعب مع بعض ستين ديفونس جلوبال سانك يلعب فماش تخلي وحده ضد وحده وتحصلوا على خطا يعني هذا الخطا الثاني لسيرين بنقارة وهوني اللاعبه مريم ملات تسدد الرميات الحره وتنجح يلزمها لان ثم كرات سهله في خلطتهم يلزمها تعوض بالكرات السهله بالرميات الحره 100% تغيير اخر على مستوى اللاعبات شوفوا زيد يطول الفريق كوتش عزة اسماعيل لكن اذا كان طولوا الفريق ما نلعبوش بلاعب داخلي فهنا تشوف اللي كونتراسيون درايف سجلت تقريبا قدام ثلاثة لاعبات كل نهى جفال هذه اللعبة الحقيقة رغم قصر القابة هي كابيتان نتاع الفريق الا انها شوف باش تمر بين زوز لاعبات او لعبة طويلة وخبرة ريم بن عامر وتتمكن من التسجيل وتربح العنوان ولكنها ما تسجلش هذا الخطأ. كرة الان في هجمة للاعبات لاعبات الامل الرياضي بالوطن القبلي وتتحصل على خطأ. اللعبة هيفا الهلالي خطأ ثاني هيفا لا هيفا تحصلت على خطأ يا نوها جفال اللي قامت ارتكبت الخطا خطاها الثاني تقريبا اذا رميه حره اولى ناجحه وثانيه كذلك ناجحه لهيفا الهلالي تقريبا زاد هي شوف كونترا بتاعت اللعبه ترانزيسيون شوف ان بريمير انتونسيون شوف تصويب تاعو بالطبيعه ولا درايف كالعاده ما نحبوش شوفوا شوف اللعب الداخلي وينجحوا بوكو دو فيفاسيتي فما برشا حيويه في لعبهم في الوطن القبلي ثم بوكو دو لونتور برشا رجل مرزينه ليكيب في الدفاع وطوال ما نجموش تحرك معاهم بطء في التحركات في اللاعبات في الدفاع والهجوم شوف الفيفاسيتي نتاع الدفاع نتاع حركيه كبيره لفتيات النجم الساحلي هذا اللي قال قلنا ربما في الخماسي ما نشوفوش خماسي كلاسيكي سمير بودن يلعب كرة سمول بول يلعب خمسة قصار نشوفوا أنه وهذه ربما توندونس الماشية في كرة السلة العصرية سمول بول خمسة قصار الناس كل تجري الناس كل تشوت تلعب بريمير انتونسيون تخلق الفرق تلعب بكذا كور إذا سباقية لفتيات النجم الساحلي 27 مقابل 15 12 نقطة فارق 12 نقطة فارق كما قلت تحكي سي زهير حركية كبيرة في الميدان لفتيات سمير بودن والكرة عند اللاعبة يسرى نورة تحاول تمررها وتسدد اللاعبة رباب الربعي تنجح في إضافة نقاط لفريقها الآن الهجمة عند اللاعبة هيفا الهلالي وتتحصل على خطأ هيفا الهلالي تتحصل على خطأ بعد العملية الأخيرة رقم خمسة نتاع الكرة ترافوت اي نوها جفال خرجها داخل مروة بكار مروة بكار زاد لاعب سي اس اس لعبت معايا في جميع تصلنا على البطولة شوف فيها تو مخليها على البنك ربما سمير يخليها ورقه اخرى ورقه لانه يعرف سمير بالدفاعات هذه ربما والفوتات هم اللي تاثروا له على طريقه لعبه فمروه بكار ملات ما يحبش يلعبهم برشا مع بعضهم لانهم تقريبا هنا اوبليجي لانها ثلاثة اخطاء هذاك علاش تو تلز باش يلعب مروه بكار لانها لعبه جيده في الدفاع جيده دفاع منطقه من الوطن القبلي لانه قلقوا بالفيفاسيتي تاع قلق بالفاسيتي تاع لاعبات النجم الساحلي يقول لك نسكروا بالله نخلوا لهم كان التصويب من برا لكن مع هذا شوفوا انه سيلي على انسيستي مشات عملت درايف في خمسه لاعبات في دفاع المنطقه ما سجلتش طبعا لكنها شو الاجريسيفيتي قدام هدى حمرولي كونتر اتاك تحت السله وتنجح
انجح اللاعبه مريم ملاك بعد هذه الهجمه السريعه من فتيات النجم الساحلي، تحاول ترد الفعل هدى الحمروني، لكنها ماذا يحصل؟ لا خاطئه او فما التقاط دفاعي بالفعل. الان الكره عند منسقه الفريق يسرى نوره، يسرى نوره تمرر. وضعيه جيده، وضعيه جيده للاعبه رباب الربعي، شافتها معناها الموزعه واعطتها الكره، تحاول ريم بن عامر الاجابه لكن خاطئه من بعيد. ترجع الكره مره اخرى، هجمه للفتيات النجم الساحلي وما تنجحش هذه المره. يسرى نوره تحت السله، مره اخرى ترجع الكره عند الامل الرياضي بالوطن القبلي، ما تنجحش كذلك اللعبه، وترجع هجمه سريعه، هجمه سريعه وتحصل على خطا. اللعبه مروه بكار، هذه مروه بكار اللي دخلت بعد ما خرجت نهى جفال، هذه العمليه الاخيره تحت السله لمروه بكار وتتحصل على خطا. الخطأ الثاني للحمروني، هدى الحمروني خطأها الثاني، ارتكبته الآن على مروة بكار. مروة ما تنجحش في الرمية الحرة الأولى، في انتظار الرمية الحرة الثانية. ثانية باقي من الوقت، نتصور أنه ما يصير فيها حتى شيء، حتى الباس ومن بعد انتهى الوقت. نهاية الفترة الأولى بتفوق الفتيات النجم الساحلي بنتيجة 35 مقابل 16. إذا كيفاش ريت الحقيقة فسرت شوية توسي زهير، كيفاش ريت هذه الفترة، كيفاش ريت بنات سمير مدن وكيفاش ريت بنات الأمل الوطن القبلي، وكأنهم ما لقاوش الحلول فتيات الامل القبلي تقريبا، هذا ما تعكسه النتيجه سي زهير. صحيح، لانه يلعب افيك دو ستيل ديفيران، الفيفاسيتي لاكريسيفيتي لو جو ان ترانزيسيون لي درايف في الاكستيريور، هذا كل ستيل دو جو تاع النجم الساحلي. في الوطن القبلي عندك حلين، يا اما تقصر ليكيب معاه وتلعب معاه لو ميم ستيل فيفاسيتي اكريسيفيتي في الديفونس، ولا تطول ليكيبك بثلاثه كما تلعب طول الوطن القبلي، لكن تلعب على الطويل نتاعك، اما تلعب دفاع منطقه بثلاثه طويل تسكر مليح على لي درايف وعلى لي شوت ما ياخذوش دوزيام بال، وفي الهجوم تلعب على تستعمل ثلاثه لاعبين الطويل نتاعك تحت السله حتى لين تلقى الحل، لانه باش تلعب ثلاثه طويل وتحب تجاري ستيل دو جو تاع لي طوال ما تنجمش، يا اما تلعب هذاك لو ميم بروفيل دو جوار. شوفوا في النجم الساحلي سته لاعبات تاع المستعمل ولا سبعه، لو ميم بروفيل كل قصار كل يجري كل اجريسيف اون ديفونس. اذا كان الوطن القبلي ما عندوش البروفيل دو جوار هذا باش يعمل خمس سته لاعبات من النوعيه هذه، لازم يلعب بالطوال ما يساش يكمل، لكن لازم يستعملهم ابونيسيون في الدفاع، يطول ليكيب ويلعب زون، لانه ثلاثه طوال زاد ثلاثه قصار ما نجموش يهربوا بهم. يلعب الدفاع منطقه مسكر مليح على درايف، ياخذ لي دوزيام بال اللي ما يصوبوها من الساحه الكل، وفي الهجوم لازم يلعب برشا انتريور على الطوال، يشوف طريقه لعب دي شيما تكتيك اللي يوفروا اللعب الداخلي على الطوال باش يكثروا من اللي فوت على النجم الساحلي باش تقل الاجريسيفيتي نتاعهم في الدفاع. ماذا رايك سي زهير؟ ربما لو كان جيت على الميدان هما اليوم معنا محلل فني في انتظار. انا طبعا احنا رايي ربما يشوف حاجه اخرى المدرب، اكيد هذا انت تحاول تفيدنا، تحاول تفيد المشاهدين، لكن كل مدرب عنده رايه على الميدان. ترجع الكره عند فتيات النجم الساحلي وتحاول اللاعبه يسرى نوره تمر، لكنها تخير التمرير لزميلتها وتنجح في التسديد اللاعبه مروه بكار، واضافه زوز نقاط. الكره الان عند فتيات الامل وفاز غدود، تمشي الكره لعبير بالغيث، لكن فما خطا. شوفوا انه لعبت الرياضي الساحلي الفا خذاو كابيتال كونفيونس برشا. شوفوا مروه تو سجلت ثلاث نقاط، معناها حتى الكونفيونس في ليكيب كثرت، لان الدفاع ماشي الهجوم ماشي، يشوفوا في المنافس انه ما لقاش حلول، دونك حتى الكابيتال كونفيونس ولاو خذوا برشا. شوفوا التصويبه نتاع مروه بكار ثلاث نقاط اللي هي تقريبا تصوب ثلاثه طوال تحت المجال. إذا الخطأ الأول لمروة سيلي اللي تحاول تو من بعد ما خذاو الكرة فتيات الأمل الرياضي بالوطن القبلي التسديد، لكن خاطئة.
من الحلول كوتش غسان معناها يلعب دفاع ضاغط ملعب كامل. هذه من الحلول دفاع جون بريز زون باش يحد من اللعب السريع نتاع النجم الساحلي، لكن باقي تشوف الحلول. الدوزيام ليني هي اختراق للدفاع معناها الدوزيام ليني، الدوزيام ليني هو تحت السيرسو هو الرئيس الوطن القديم. الكرة عند اللاعب عبير بلغيس تحاول تمررها لزميلتها لكن تخرج تضرب في القدم وتخرج. تغييرات أخرى كوتش غسان طبعا يلوج في الحلول. إذا عزت إسماعيل. الكرة باقي في حوزة فتيات الأمل الوطن القبلي. ريم بن عامر قدمها اللاعبة يسرى نورة تحاول تمررها لزميلتها تحت السلة وما تنجحش ما تنجحش رغم اللي قلناها كانت في وضعية مناسبة. مرة أخرى الكرة عند يسرى نورة تحاول اللاعبة مروة بكار التسديد لكن ما تنجحش. ريم بن عامر تحاول توغل درايف ممتاز من ريم لكن في الاخر ما تنجحش في تسجيل هذه السله. الرد كذلك بالنجم الساحلي والكره لبرا. هاي العمليه الاخرى تاع ريم بن عامر ورغم خبرتها ورغم انها كانت في وضعيه مريحه الا انها ما تتمكنش من تسجيل سله. طبعا الكابيتال كونفيونس ينقص عند اللاعبين نشوفوا يعني هذا تو دابور سي با سون ستيل دو جو ريم. هي مصوبه ربما يلزم في الهجوم يحضروا لها حاجه باش تكون تخرج دائما باش تصوب. الحاجة الثانية كابيتال كونفيونس ينقص لازم توا ريم بن عامر هدى حمروني وفاز غدود هذوما اللاعبات اللي في الوقت هذا لازم يخرجوا اللي فيه من الوضعية دو كونفيونس والوضعية هذيا ما فيهاش يعني المدرب يعطيك حلول يلعب في زون بري زون ثم حاجات أخرين لاعبات اللي يلقاو الحل. الكرة عند الأمل الوطن القبلي اللاعبة سيرين بنجارة حاول تمررها وتخرج الكرة وتبقى دائما عند عبير بلغيف. يرجع وفاء. دخول وفاء مره اخرى وخروج اللاعبه هيفا الهلالي. ريم بن عامر يحذروا لها طبعا تصيبه في محلها ربما ترجح اصرار اصرار من فتيات الامل الوطن القبلي. وريم عفوا هدى الحمروني مره اخرى تخطأ في تسديد أو تسجيل هذه السلة وتبقى الكرة عند الأمل الوطن القبلي. أي مش مشكلة تاريخ بن عامر تصور تصيبة كما هذه محذرة سيراميكرا وكذا وخلتها مش مشكلة أنا لازم تصيب ثلاث أربع مرات هكاك باش ترجع للريجيستر دو تاعها مش على تصيبة واحدة نحكموا عليها أن يعني أن شوتور لازم ديما تحذر له باش ينجح في واحدة ينجحش في جوز ينجح في جوز بعض على بعضهم اتسترا. دونك كريم بن عامر لازم تلعب ديما في الريجيستر هذاك. هودي تتحصل على خطأ هاي العملية الأخرى. الخطأ ترتكبه يسرى نورة ضد اللاعبة هودي الحمروني تنجح في الرمية الحرة الأولى. هودي هنا ربما سيمر بودين يزم يحضر بالبلومبي توا البلومبي الأعلى بدا به فاستي أجريسيفيتي ترانزيسيون مش شو قاعد يلعب به ماتش كامل صعيب لأنه في اللياقة البدنية وكذا باش يتعبوا البنات وتجي الاخطاء لازم يحضر ان بوان دو بعد عنده لعبات طوال عنده رباب عنده غناء يبا اوبتي بور ان اوتر سيت دو جو لان النجم الساحلي ما نجمش يشد شوطي جوز ارباع ولا ثلاث ارباع ولا ما تكمل بالطريقه هذه. اكيد خطا اخر تتحصل عليه لاعبات الامل الوطن القبلي. مريم ملاط تقوم بالخطا الثالث ترتكب الخطا الثالث. مريم ملاط جوز اللاعبات في ثلاثه اخطاء مازلنا ما تقريبا الربع الثاني مازلنا في نصف. فوز رمية حرة ناجحة لبنجارة لسيرين بنجارة. توا يرجع النجم الساحلي سمير بودن رغم أنف لأنه ما 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 قرع أنف لأنه جوج أخطاء في ثلاثة جوج لاعبات كان يلعب بهم جو ترانزيسيون سمول بول بثلاثة أخطاء. توا رجع يلعب جوج انتريور جوج طويل. وخرج مريم ملات. خرج مريم ملات لأنه توا مش ربما النجم الساحلي لازم يلعب أنوتر ستيل. الكرة عند الأمل الوطن القبلي. أمل الوطن القبلي وحاول هجمة سريعة من اللاعبة عبير بلغيث لكن تفتك الكرة وما تنجحش ترجع الكرة في هجمة سريعة كذلك لفتيات النجم الساحلي وتحت السلة اللاعبة أشراق عفوا ملك بن عبد الله.
تفشل. هذه ريم بن عامر ضربة زميلتها تنجح. تنجح سليم بن قارة تحت السلة بعد هذه العملية الأخيرة والتمريرة الجيدة من ريم بن عامر. خبرة ريم بن عامر هوني. الكرة الآن عند فتيات النجم الساحلي تحت السلة مقطوعة. الكرة الآن للأمل الرياضي بالوطن القبلي هودال حمروني وتحصل على خطأ. سيرين بن قارة حابوا يعاودوا نفس العملية لكن تتحصل ما تنجحش وتتحصل على خطأ هوني بعد الدفاع لفتيات النجم الساحلي. وسمير بودني يطلب وقت مستقطع والنتيجة إلى حد الآن 40-21. عشان النقطة طلب وقت مستقطع يعني سمير مش فاهم لاعبيه أنه ما نجمش يكمل نلعبه بالسانك معناها اللي بداوا بهم سمول بول تو نلعبوا برباب وملاك طويل قامه في النجم الساحلي ما عادش نجموا نلعبوا افيك لو ميم ستيل دو جو تاع الجري وترانزيسيون والاجريسيفيتي يبيدها ملاك ورباب طبعا طويل قامه باش ترزل ليكيب شويه سمير ربما مش فاهمهم اللي اون دوا فاري لو جو لازم نعولوا تو على لاعب داخلي على رباب وملاك ويلزم في الدفاع نعولوا زاده على لي بيتراسيون ما نخليوش لاعبات الوطن القبلي يخترقونا بسهوله وامنوا الالتقاطات كل هجوما ودفاعا. لانه النجم الرياضي الساحلي تو مطالب بلعب طريقه اخرى مع رباب وملاك على مستوى طول القدم. هذه اجمل لقطات الفتره الثانيه. مشكور الزميل والمخرج سمير العجيلي. وعودة اللاعبات للميدان في انتظار تسجيل الرمية الحرة. هذه رئيسة نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي السيدة وفاء بالطيب. وفاء طبعا فريقها منهزم من وقتها في أحسن حالاتها. نرفزة ايش في أحسن حالاتها. سيرين بن قارة تنجح. سيرين بن قارة في إضافة زوج نقاط والنجاح بنسبة 100%. كرة عند فتيات النجم الساحلي. دفاع منطقة طبعا بثلاثة طوال من برا توا اللي نلعبوا ملك نشوف الحلول على مستوى اللاعبات أقصى القامة في النجم الساحلي. سجل طلع عليها في الظروف هذه الفريق يمر بفترة صعيبة. ثلاثية بكونفيونس ريم بن عامر في تحاول الإجابة لكن تلقى الالتقاط الدفاعي من النجم الساحلي. والآن الكرة ترجع لفريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي. عبير بالغيث ريم بن عامر هدي الحمروني ماذا تفعل تحاول تمر وتتحصل على خطأ. هدي الحمروني تقلق شوية تحت السلة بهذه التسربات وهذه يعني تحاول المرور واختراق دفاع الفريق المنافس. النقطة عفوا الخطأ الأول لبن عبد الله ملك بن عبد الله. طبعا في الوطن القبلي فهموا اللاعبات وكي هدى وكي وفاء زغدود يعرفوا أصحاب خبرة وريم فهموا أنه لازم يتكيوا النجم الساحلي في الخط البازلين تاع الفريق لان يعني الفوق في البريمير ليغ لا ديفونس قويه الفاسيتي تاع تاع اللاعبات دونك مشاو كلهم تو نشوفوا تسرباتهم ولعبهم تحت السله على هودير كله جاب حلول جات الرمية الحرة. حاول المرور لاعبة النجم الساحلي لكنها ما تنجحش. هذه رباب الربعي ترجع الكرة عند الامل الوطن القبلي ورباب الربيعي ترتكب خطا هوني. هنا قلت التجربه هنا التركيز حكينا عليه في اول مقابله توا راجع انت وفريق معناه يمر بفترات صعبه تعرف اللي ثلاثه جوج من اصحابك ثلاثه اخطاء على البنك وانت لاعب طويل ربما خطا ثالث ربما سمير بعد مش يلقى حلول لا لبرا ولا لداخل يعني ثلاثه لاعبات ثلاثه اخطاء جوج لاعبات اكستيريور ولاعبه انتيريور فهذه صعب المشكله على المدرب خليش يعمل حلول في اريحيه كل اريحيه خطا. اذا رميه حره اولى تنجح فيها اللاعبه هدى الحمروني
رمية حرة ثانية تلتقي فيها كذلك هودي. الكرة الآن عند لاعبة النجم الساحلي مروة بكار، حاول تمررها لزميلتها سهيلي، لكن كل الحكمة نشوفوا أن عبير العريبي خطأ، ترجع الكرة عند الأمل وتنقل. تفضل سيدي. نشوفوا أن كل ما يطول الهجوم عند النجم الساحلي يتيح في الإشكاليات والصعوبات باش يلقى الحل. النجم الساحلي توا تقريبا الرباع الثاني هذا كل تقريبا مرة ولا فيه في كونتر اتاك وترانزيسيون، فكل ما يلعب دفاع كلاسي هجوم كلاسي يلقى صعوبات كبيرة طبعا مع الحركية نتاع دفاع الوطن القبلي، يعني دفاع المنطقة مش هذا اللي نشوفوا فيه في الكرتون الأول نتاع النجم الساحلي، مش هذا الوجه نتاع فيفاسيتي برشا تو في الديفونس دي زون، ولا مسكرين على الدرايف ولا يأملوا في الالتقاط الثاني اللي يضيعوه للنجم الساحلي، النجم الساحلي كل ما تطول الهجوم إلا ويلقى صعوبات في الحلول. كثرة الأخطاء بالنسبة لفتيات النجم الساحلي، ربما كما كنت تحكي زهير قلة الخبرة، خصوصا أخطاء مجانية في بعض الأحيان. هذا الرمية الحرة الأولى كانت ناجحة لمناجما، والرمية الحرة الثانية كذلك ناجحة. شوفوا مع الدفاع الضاغط تو اللي تفاجئوا بها النجم الساحلي اليوم، ونشوف الحلول اللي لقاها يعني تخرجهم باش يقللهم اللعب السريع والزون ترانزيسيون، توصلهم للاتاك بلاسي توا. ربما نشوفوا ان التصويب من بعيد كانت ناجحه، لكن فما التقاط دفاعي جيد. مره اخرى ترجع الكره عند بنات النجم الساحلي وتحاول تحت السله، مره اخرى ماذا يحصل؟ الكره في الاخير ترجع للالتقاط الدفاعي ولفتيات الامل الوطن القبلي. هودي الحمروني تحاول التسديد تحت السله لكن ما تنجحش، هذه هجمه سريعه من اللاعبه يسرى نورة تحاول تمررها لزميلاتها، فما مشي بالكوره يقول الحكم، مشي بالكوره من مروى السهيلي. لكن حصل الفراغ اللي مر به النجم الساحلي الفريق الوطني القبلي ما استغلوش احسن استغلال، لانه مازال الفارق تقريبا 15 نقطة ما استغلوش. حاول اللعب الداخلي اللي قلنا عليه، الكرة ولا يهزوا فيها البازلين تحت السلة، لانه يعرف انه رباب ثلاث اخطاء لبرا، ملاك ما تنجمش تدافع على هودا الحمروني على وفاء، دونك ولاو برشا عليها ثلاثة لاعبات طويل تحت السلة، وهذيك من الحلول اللي انتبه لها الوطن القبلي فريق الوطن القبلي. مدرب الوطن القبلي سيرين بنقارة في التصويب للرمية الحرة الأولى، هذه الرمية الحرة الثانية وتنجح فيها. 13 نقطة من 22 تقريبا 21. النجم الساحلي إذا كان يحافظ على 10 نقاط في النصف في الشوط الأول يعتبر خرج بخلف الأضرار، الوطن القبلي اذا كان يهبط تحت العشرة نقاط يعتبر روحه عمل لافار في الشوط. خطا تتحصل عليها اللاعبه يسرى نورة. والاسبقيه كما قلت لحد الان 13 نقطه فارق. ونجم الخطا الاول لها من الوطن القبلي، وتحاول المرور اللاعبه مروه بكار لكن ما تنجحش، ترجع الكره عند فتيات الامل الرياضي بالوطن القبلي تحت السله. فما فما كوكبه من اللاعبات، شو يقول الحكم؟ كره عند شكون؟ ترجع الكره للوطن القبلي. حاول اللاعبه التسديد. نشوف المشهد الاخرى ترجع الكرة اي ترجع الكرة لفريق النجم الساحلي، هذا ما قالوا، فما دفع فما، هذا ما قالوا الحكم
حكم المباراه. شوف وريم بن عامر اللي ما صوبتش تقريبا تصويبه ولا اثنين هدى حمرين ثلاثه اخطاء. وريم بن عامر اللي هي مصوبه نتاع ثلاث نقاط بامتياز لانها صوبت ثلاث ولا اربع مرات تقريبا بالكثير. علاش؟ لانه يعملوها في الجيكران برا في البريمير ليني وثلاثه لاعبات تاع النجم الساحلي اللي هما قصار قاعدين يبدلوا في الدفاع. دونك ريم مستحيل مش تلقاها وحدها بتفوت ابن شوت معناها ان كونت زيرو وحدها لان الكران قاعد يسير لها الفوق. ثلاثة لاعبات قاعدين يغاروا نشوفوا تو كيفاش كل كران يغيروا على ريم. ريم تاخذ وحدها باش تصوب، لازم الكران يصير ما بين واحد قصير واحد طويل باش ريم تلقى روحها دائما متحرة وتصوب في وضعية متحرة. الكرة تخرج من حوزة اللاعب لاعبة الوطن القبلي ريم، مش ريم بن عامر على ما أظن، عبير بلغيف. ترجع الكرة للاعبة مروة بكار ثم نوها جفال إن ملك بن عبد الله. في الكرة للاعبة يسرى نورة، يسرى نورة تتحصل على خطأ. منجمة لعبت فريق فتيات نزرت، لعبت في النادي الصفاقسي زاده رحاله. اذا اجمل منجمل الخطا الثاني لمنجمل والكره عند النجم الساحلي مروه السهيلي. حاول المرور مروه والكره تضرب في المربع وتتحصل على خطا. مروه السهيلي هذه اللعبة لعبه ممتازه مروه. نعم لعبه ممتازه، شوفوها في العمليه الاخيره. الهلالي تتحصل على تقوم بالخطا الثاني. هيفا الهلالي، هذا الخطا الثاني لهيفا الهلالي، وهذه مروه السهيلي تحاول تسديد وما تنجحش. الرميه الحره الاولى ما تنجحش فيها مروه السهيلي، وهذه العمليه الثانيه الرميه الثانيه وناجحه. الكرة الآن عند فتيات عزة إسماعيل. اللاعبة منى جمل تحاول تمرر الكرة. أرجع مرة أخرى لمنى جمل تحاول الدخول. ماذا تفعل؟ لا تحت السلة كالعادة، هي الحل الوحيد من تلقى دي. إذا تتحصل على خطأ. على ما أظن اللاعبة مروة بكار هي اللي قامت بالخطأ، وهذا الخطأ الأول لمروة بكار. لأنه مروة بكار تقريبا تلعب لعبة سلة أو كأنها نزور بيفو تلعب، نظرا لوجود رباب ثلاثة أخطاء. يلعب ملاك معناها سمير، يلعب ملاك كو لعبة طويل قامة، معها مروة بكار تلعب في بوست تقريبا، وهي علاش لقات روحها على لعبة طويل قامة نوال اللي ثبت لها في رميتين حرتين. مروه بكار هي بنت دار شعبان، بنت دار شعبان ولعبت في المغرب ولعبت في جمال كذلك. لعبت في جمال، تحصلت على بطوله في جمال معايا، ولعبت في نادي الصفاقسي من لها وقت، لعبت في نادي الصفاقسي. اكيد الفتيات معناها لعبوا في برشا فرق وشاركوا في برشا بطولات وبرشا نهائيات. على كل رميات الحره بالنسبه للنجم الساحلي 75% نجاح، وبالنسبه للامل الرياضي بالوطن القبلي بنسبه 71%. هذا ثلاثي تحكيم هذه المباراه، مباراه الدور النهائي سيدات. بالنسبه عندنا اجمل اللقطات الى حد الان، هذه اجمل لقطات، هذه هدى الحمروني الرمية الحرة الأخيرة. التصوير برالنتي حلو برشا معناها، مشكورين الفنانين نتاعنا في الصحة. مشكورين كل الزملاء بطبيعة الحال. نشوفوا ريم هنا ما نجمش تخرج من الإكران كما قلت لكم بكري، معنا صورة معبرة هذيك جات في وقتها تقريبا باش نقول لك اللي ريم ما هيش تلعب في أحسن ظروف نتاع قوتها. دائما تعمل في الزكرون بالقصار يبدلوا عليها، تلقى روحها دائما تعمل في مجهود اضافي بدني باش توصل تعبه للتصوير. عوده اللاعبات، اذا مازالوا دقيقتين 7 ثواني على نهايه الشوط الاول. الكره ماذا يقول الحكم؟ ترجع للنجم الساحلي. كرات سهله ضايعه من الوطن القبلي، لانه مش كان كابيتال كونفونس. الوطن القبلي مازال يجري وراء المقابله،
ما خذاش المقابله في يده لانه قاعد يجري دائما بنزال على اعصابه ومازال يشوف فيها تقريبا 16 نقطه فارق. ما امنش اللي رغم المجهودات اللي قام بها في الربع الثاني يقول لك مازال فارق 16 نقطه، فهذاك علاش مازال كونفيونس مش موجوده ويضيعوا في كره سهله. كره عند نوها غسان يسرى نورا عفوا تخرج الكره. طيب فريق الوطن القبلي كما قلت لك بذل مجهود كبير في الربع الثاني، ربما نشوف الربع الثاني واحد تلقاه فايز على النجم الساحلي ربما ما نعرفش على الاحصائيات، لكن مازال منهزم 16 نقطة. عملية المرور للاعبة مروة سهيلي عملية الحجز لكنها ملاك ملاك اللي عملتها الفريق اي ملاك لكن اي تخسر كرتها اذا ملاك الثالثة مروة سهيلي. وهنا مشكلة أخرى ما نحبش نكون في مكان سمير بودل الحقيقة وضعية لاعبات طوال بثلاثة نقاط بثلاثة أخطاء، جوج لاعبات من أحسن لاعبات اللي عنده قصار بثلاثة أخطاء. سمير ربما مش تكون عنده برشا حلول من الناحية التكتيكية لكن أكيد باش يلقى حلول أخرى، سيسير محضر بلان سي كما يقولوا دوتر بلان يعرف روحه علاش باش يخدم في الشوط الثالث والرابع. العملية هذه اللي اللاعبة يسرى نورا ومرة أخرى تنجح لا ما تنجحش ملاك إصرار في الالتقاط الهجومي هنا تجي الأخطاء. شوفوا ملاك تو خطأ ثالث ورابع تقريبا في هجمتين ورا بعضهم. هنا هذه التجربة اللي بدينا بها الملاحظة في المقابلة هنا نقول لك هذه كلها لقطات تعقل التجربة. تعمل خطأ الثالث تعرف المدرب نتاعك الخطأ الثاني اللاعب تتكلم الثاني بثلاث أخطاء وانت تعمل الثالثه والرابعه في هجمتين ورا بعضهم، فهذه ربما تجي ملاك نعرفوها بنت النادي الشخصي، لكن ما عشتش برشا تجارب على مستوى لعب الادوار الاولى ولا على القاب، هذاك علاش نلقاوها تعمل فيها اخطاء رغم معنى مجهود تعمل فيه في المقابل. وفاز غدود في التسديد وما تنجحش فما التقاط دفاعي جيد من ملاك بن عبد الله ترجع في هجمه سريعه. ماذا تفعل لكن ما تنجحش. موفي شوا كانت نجم تعطي باس للسهيلي بغادي في 3 بوان. عملت ان شوا يسرى نورا حبت هي تسدد. تقول لك ربما انا نمشي قريبه للسله خير من تصويبها ثلاث نقاط، لكن كانوا قدامها زوج ثلاثه مدافعين، لكن ستان شوا دي جوار بيان سور احنا نتفرجوا ونشوفوا في الحلول الكل. هي ربما عندها ثانيه باش تقرر فيها فقررت انه تاخذ جاب معناها خطا بعد التقاط نتاع ملاك. شوفوا ملاك القيمه نتاعها عملت التقاط دفاعي جابوا بها كونتر اتاك وجابوا بها خطا جابت بها خطا في التقاط هجومي. شوف معناها قيمتها في اللعب لكن تعمل اربع اخطاء ما نجمش سمير يخاطر يخليها تلعب ربما كان جات عندها تجربه يخليها تلعب باش تعاونها في الهجوم لكن مازال ما نشوفوش. على كل الكره عند الامل الوطن القبلي لكن تفتك من فتيات النجم الساحلي. هذه هجمه من مروه سهيلي وهجفال من تحت السله ملاك بن عبد الله وما تنجحش رغم الاصرار نتاعها فلتتها لكن رغم اصرارها شوف قداش تعاون في الفريق في الالتقاطات هجوميه ودفاعيه. باربع اخطاء تو سمير نقول ربما مجازف برشا كي خلاها تلعب زادت 50 ثانيه 45 ثانيه كان تعملها من الثالثه والرابعه شفنا عملتها في زوج هجمات على بعض ربما هي ما بقلت التجربه نتاعها تكون راجعه تعمل سان كان فوت. وسمير هنا جازف طبعا ما عندوش حل اخر عنده ربابة ثلاث اخطاء الناس هاي ربابة زيد تخرج رجع ربما الاوبسيون تاع ملاك يلعب لعبه واحده لكن على صف زيد تفلت الرميات حره يولي برشا باربع اخطاء تفلت رميات حره الالتقاطات الدفاعيه والهجوميه ما تربحش بها مقابل لكن تسجل بها اهداف تسجل بها نقاط اذا كان يجوك النقاط من زرق لي روبون وما تسجلهمش اي سمعتك سي زهير ونشحت في تسجيل النقطه لانه طبعا خساره انه لاعب يبذل في مجهود كبير ومن بعد يجي في رميه حره ما عندوش برسنتاج كبير فاسو ترافاي لونترينمون يخدم حتى وحده تلعب مضغوط تعمل التقاط هجومي وتجيب اخطاء ومن بعديك تعمل 40% من الرميات الحره هذا احلام معناها كارو اللاعب يتبرر حتى وحده في الرميات الحره يجي وحده يشوط باش يحسنك الحل هذاك عنده ويولي يسجل الرميات الحره لان اسهل طريقه باش تسجل النقطه. الثواني الاخيره لهذا الشوط ومره اخرى ملاك بن عبد الله تتحصل على خطا داش ثانية على نهاية الفترة الثانية 13 نقطة زغدود وفاز غدود ثلاثة أخطاء
ما ينفيش نهنيو فاز غدود وريم بن عامر حصولهم على الباسكت بول كوتشز اونلاين كورس معناها مؤخرا حصلوا عليها ريم وبن عامر. يعني حضر روحه من مهنه المتاعب توا يلعبوا شيء قولوا ربي يوفقهم ربي يوفقهم بالطبيعه هم زوج لاعبات عندهم تجربه كبيره لعبوا في الفريق الوطني انا ان شاء الله ربي يوفقهم في مسيرتهم كمدربات. اكيد الكره عند فتيات الامل القبلي وهذه اللاعبه عبير بلغيث تحاول المرور لكن هذه الكره لزميلتها ماذا تفعل هيفا الهلالي وتنجح مع نهايه الفترة الثانية الشوط الأول للمباراة تم تقدم النجم الساحلي 48 مقابل 36 للأمل الرياضي بالوطن القبلي. هذه إذن نتيجة الفترة الأولى عفوا الشوط الأول من نهائي كأس تونس كبريات من قاعة متعددة الاختصاصات. ما نعرفش كان فراس بن سعد حاضر في الاستجواب. فراس مازال فراس ربما باش يكون حاضر بعد شوية. تعلمني على كل فراس إذا كان كنت حاضر. إذا سي زهير كما قلنا ربما في الفترة الأولى كنا تحدثنا عليها وقلنا خليني نمشي لفراس. سي زهير تفضل. فراس ألفا معنا السيد سمير بودان المدرب النجم الرياضي الساحلي. كوتش سمير النجم الرياضي الساحلي لقى الحلول الهجومية اللي لقاها أيضا في مباراة البطولة ضد نفس المنافس الأمل الرياضي بالوطن القبلي في نابل وهي الهجمات السريعة 48 نقطة 12 نقطة فارق في شوط. نجم نقولوا انك ساتيسفي والا الرجوع نتاع الامل الرياضي بالوطن القبلي قلقك في اللحظات الاخرى؟ لا بيان كونترير ساتيسفي على خاطر كي تشوف لي رابور دو فورس بين لي دوز ايكيب ملاعبيتي قاعدين سون تري جينيرو في جينيروز في ليفور قاعدين يقدموا في الماتش كيف فالي اون اسيوري لو روبون جرينا عملنا ترانزيسيون حطينا لي سيستيم تاعنا خدمنا اكيد باش تجينا دي مومون فور et des moments de faiblesse. Le plus important, on profite le maximum les moments forts et on gère les moments de faiblesse. On mène au score de 12 points. Maintenant, on a mis en mi-temps deux cartons. Donc, le match, on doit maintenant attaquer le troisième carton. Le troisième carton, barcha rouh, barcha rigueur. Sur le plan physique, on est prêt d'attaquer le deuxième mi-temps le match. وبقدرة ربي فمك الخير ما ننساوش راهو نلعبوا ضد فريق محترم ومحترم جدا. وبالنسبة للأخطاء الفردية كيفاش تتعامل معها؟ عندك لاعبة أربع أخطاء وزوز لاعبات ثلاثة أخطاء فردية. صحيح هذيك هي لو رول دو لونترنور، لو رول دو لونترنور هي كالمعادلة كيفاش ينجم يستحفظ على النسق نتاع الفريق نتاعو ويستحفظ على الملاعبية خاطر لو كابيتال فوتي تري امبورتون لا ريشيز دو ليفيكتيف تري امبورتون احنا ما عندناش افيكتيف ريش. وقت تشوف اون جو افيك 6 و 7 جوار مي بقدرة ربي نلقاو الحلول بقدرة ربي بور كونتر كاري للفريق المحترم نتاع الوطن القبلي. شكرا لك سمير بودن مدرب النجم الرياضي الساحلي تفضل الفريق. فراس هذا اللي كنت حبيت نحكيو عليه يا اخي فسر لنا معناها سمير بودن شنو هو باش يعمل تقريبا وحكي شويه على ربما الحلول بعد الاخطاء هذه. طبعا هناك محضر روحه معناها سمير للاخطار كذا يقول لك انا محضر نعرف اني مش يصير برشا اخطاء التعب يقول من الناحيه البدنيه حاضرين هذا بعد نشوفوه في المقابله. الحاجه الثانيه يقول لك من ناحيه الاخطاء نعرف اني نلعب سته سبع لاعبات نلعب في دفاع متحرك ودفاع اجريسيف باش نمشي للاخطاء بالطبيعه لكن انا نقول النجم الساحلي ما خسرش برشا لانه كمل 12 نقطه الوطن القبلي ما ربحش برشا لانه كمل خاسر 12 مش 20. شكرا ليك سي زهير انتم استنيونا ان شاء الله في الشوط الثاني ونعاود نذكر بنتيجه الشوط الاول 48 للنجم الساحلي 36 للامل الرياضي بالوطن القبلي. الى اللقاء في الشوط الثاني من نهائي كاس تونس كبريات.